صباح الخير. اليوم رح نحكي عن موضوع الكل عم بيسأل عنه، تقليم الورد الجوري. بلشنا بالورد الجوري لأنه إحنا هلأ بنقدر نقلم الورد الجوري، ما بيهمنا برد، ما بيهمنا صقيع. الورد الجوري نوعا ما قوي، يعني ما بيهمه لو نقص مثلا، لو إجا برد ممكن يتحمل. هلأ إحنا قلنا قبل هيك إنه يفضل نأجل لأول تنين أحسن لنتأكد إنه فترات الصقيع القوية راحت. بس إذا عنا حجم كبير وما في وقت كتير ممكن نبلش، وللي ما بلش وللي بده يبلش بعدين رح نحكي شوية أشياء مهمة عن الورد الجوري المتسلق والقائم. هلأ هون معي معرش ورد جوري مخلوط بالوستيريا. الوستيريا متسلقة بتعمل قطوف بنفسجي، ما بدنا نقصها هلأ نهائي. ليه؟ لأنها الوستيريا بتفتح على الخشب، يعني بتفتح قبل الورق. هذا بيعني إنها هي بتفتح بالربيع، فإحنا ما بلزمنا أبداً نقص. أي قص هلأ راح يخلي الزهور تقل. هاي بالنسبة للوستيريا. هلأ الورد الجوري هون معي طبعاً كبير، عمر صار له، حتعرفوا هذا الحكي من الجذوع اللي تحت قديش هو عمره كبير. الورد الجوري المتسلق ما تخافوا من قصه. أول شيء إذا كان صغير سنة وسنتين وثلاثة وخمسة خذوا من طوله، يعني لو خليتوه على ارتفاع مترين مترين ونص ما عندنا مشكلة. هذا عم نحكي عن الصغير اللي هو إذا قلنا طالع على غصن واحد. هون معنا الورد الجوري كبير. لاحظوا إحنا هون مع الوقت دائما في قاعدة بالنباتات بدكم تعرفوها، سيادة القمة النامية. كلنا يمكن معظمنا بيعرف شو هي، إنه أنا إذا بقص النبتة من فوق، يعني إذا معي هذا الفرع، معلش بدي أشرح لكم على هذا عشان تعرفوا. هلأ في إشي اسمه سيادة القمة النامية، يعني إذا أنا قصيت الفرع أي فرع من فوق بدنا نعرف إنه رح يعمل تفريعات من تحت. أوكي، هلأ إذا بدي الفرع يطول ما بقصه من فوق، لأنه أنا ما بدي إياه يفرع، بدي إياه يطلع، فبصير أفضي من تحت وبخليه على ستيم واحد أو عرق واحد. هلأ إحنا هون مع الوقت شو عملنا؟ كنا نفضي من تحت على أساس يعطي دفع النمو لفوق، لأنه أنا ما بيهمني من تحت يكون في نموات. هلأ إذا أنا حابة يكون في، بقدر أربي واحد. هلأ هون مثلا طالع زي في فرعين، بقدر أربي بالطريقة اللي أنا بدي إياها. يعني إحنا بالمحصلة لما بدنا نقص المتسلقة، هلأ إحنا بنحكي عن المتسلقات بشكل عام والجوري بشكل خاص. الجوري بشكل عام دايماً إحنا بنجور عليه، بنقصه زيادة، ما بنخاف من قصه. كل ما قصيناه كل ما بيبدع أكتر، وخاصة القائم. المتسلق بدنا من تحت نخليه شوي براحته، عرقين ثلاثة ماكسيموم، يعني لو أنا ما بخلي ثلاثة، اثنين بكفي. بعدين ببلش أنقي، كل ما كبرت الشتلة وكبر هذا الفرع بصير يعطيني شوتس أو نموات جديدة. هلأ النموات الجديدة اللي فوق أنا بنقي، يعني مثلا بخلي فرعين، بمد واحد يمين وواحد شمال وبخليهم، بخلي ثلاثة. يعني هي فيها إشي، يعني سبحان الله، هي قديش هي علميا، لكن أنت كنبتتك كيف تتعامل معها أنت بتقرر. هلا شوفوا معي، هلا هذا طالع لفوق وطالع عليه واحد جديد، تمام؟ هلا هذا الجديد اما بحتفظ فيه او اني بشيله. انا ايش بدي؟ هل بدي هلا هذا يعتبر زي مدخل بهذا المعرش، فبالتالي انا ما بدي اشي هون يطلع. هذا صار طالع، اوكي ما في مشكله، مش مأثر على اللي بده يفوت ويطلع من المعرش، بخليه، لكن انا ما بدي هون يطلع اي نموات على الجديد. في حالة قررت إنه أنا بدي، عندي واحد أخضر وهي تاني أخضر، بخليهم وبوجههم بالطريقة اللي أنا بدي إياها، لكن بقصرهم. خليكم معي، هيني رح أطلع هلأ تشوفوا. هلأ هذا الفرع اللي كنا عم نحكي عنه، تمام؟ هذا أنا ما بدي إياه لأنه أنا ما بدي هون يطلع إشي، بقصه، بدي أحاول أسحبه. بعدين صار في عندي هون أكتر من فرع، يعني باجي، يعني دايماً النبتة عليها عقد، كل عقدة بيكون طالع منها نموات. هلأ أنا شو بعمل؟ ما بخلي العقد كتيرة، بخفف منهم بهالطريقة،
أنا هون خليت اثنين قوايا حلوين خضر ممتازين، شو بعمل؟ بقصهم، بقصهم على القصير، برجع بشوف عقدة تانية في عليها ثلاثة، برجع بقصهم، بقصرهم. إذا في عندي اثنين متعارضين بشيلهم، فبالتالي ما بخلي فيه منافسة بين الفروع. يعني دايماً لازم الفروع أولاً ما يتقاطعوا، ثانياً ما يكونوا طوال. إذا خليت الفروع تبعت الورد الجوري المتسلق تطول براحتها حتصير ضعيفة، ما حتعطيني النتيجة اللي أنا بدي إياها. يعني إذا هون بتشوفوا معي هذا نازل من فوق، هذا ما بلزمني هذا الطول أبداً، فأنا باجي بقص على القصير، هذا كله رح أقصه. وإذا حسيت إنه طالع النموات بطريقة قوية كتير لازم أخفف منها، لازم ما يكون في إشي متعارض وما يكون في إشي نموات كثيفة بجانب بعضها البعض. ليه؟ لأنه الورد الجوري كل ما نقص جائر كل ما حيعطيكم نموات أقوى. هذا المعرش اللي أنتوا شايفينه إحنا هلأ بلشنا نقص فيه، هلأ بعد ما نخلص ترتيب، إحنا ماشيين هيك ترتيب من فوق، ما بدنا يكون في نموات عالية، فرح نقصه من فوق كامل وما رح يضل إشي. بعدين حتلاحظوا مع الوقت إنه حيعطي نموات جديدة وحيعطي، يعني إحنا ما بيهمنا هدول، زي ما قلت لكم الفروع الجديدة تكون ضعيفة، بدنا إياها تضل على طول قوية وصحية. هلأ شو اللي بصير؟ سنة عن سنة بصفي أنا عم بربي تنين التلاتة اللي قلت لكم عنهم بالبداية، هدول أنا بدي إياهم، فبصفي كل سنة عم بقصهم عم بيكبروا بعطوني، بصيروا كبار فما في داعي أشيلهم، برجعوا بيعطوا عمر أصغر، وهيك بتصير النبتة أو الوردة الجورية قوية، لأنه أنا قصيتها ستيب باي ستيب، سنة عن سنة عم بقص عم تعطيني نموات قوية مش ضعيفة. بالإضافة طبعاً للسماد العضوي والسماد اللي هو بطيء النمو اللي دايماً بنحكي لكم عنه. قصينا إحنا الورد الجوري القائم، بدنا إياكم تضلوا معنا لتشوفوا كيف قصيناه على أساس تكون الفكرة أوضح لإلكم. خليكم معنا. الورد الجوري القائم، هلأ هاي الوردة الجورية بيقولوا لها بالسوق توبياري أو هاف ستاند، يعني ساق من تحت ومن فوق عامل النمو الخضري. هلا احنا ما عندنا مشكله، المبدا واحد، كل ما هنالك انه هاي من تحت ساقها فاضيه، مع العمر ببطل يطلع من تحت اي شوتس، ولو طلع ما بتلزمنا بدنا نقصها، لانه هي طريقه التربيه لإلها انه من تحت فاضيه. الورد الجوري ما تترددوا انكم تقصوه جائر، يعني شوفوا هاي الورده كانت عندنا تقريبا ثلاث اضعاف حجمها، اللي صار ان قصرنا قد ما بنقدر، شوفوا كيف قصرنا، يعني أخذنا تقريبا الثلث الأول من كل فرع، يعني هذا كان هيك طوله تقريبا، أخذنا الثلث الأول، بعدين حاولنا إنه تكون الفروع بشكل دائري زي ما إحنا بدنا، بشكل منتظم، يعني بدنا نحاول نتخيل منظر الشتلة لبعدين كيف بده يصير، فهيك إحنا أخذنا الراوند شيب أو الدائري، قصينا تقريبا للثلث وقصينا، المتعارض شلناه، في عندي هون واحد الشباب ناسينه، لاحظوا هذا ميت، كيف بدي اعرف انه ميت؟ لانه لونه بني، ما حيعطيني نموات جديده، هذا عبء على شتلتي. فدايما دايما بنبهكم المتعارض بدنا نشيله، اي شيء ميت على الشجره سواء فرع سواء ورق سواء الزهور اللي ماتت وطفت على اي شتله لازم نتخلص منها، لانها هي عبء على شتلتنا، فعشان هيك احنا بنشيلها. هلا للي ما بيعرف كيف بده يشوف اذا العرق ميت او اخضر، طريقه كثير بسيطه، معكم مقص زي هيك، باجي على الفرع بعمل فيه شخطه صغيره، هيها شوفوا، هلا هاي الشخطه ورجتني في خضار من جوا، اذا انا نبتتي سليمه. هلا في كثير منا شو بصير، خاصة بنبتة المجنونة أو البوغنفيليا، اللي بصير إنه بتكد كل ورقها بتنشف بنحس إنها ماتت. هذا الحكي غلط، ما بصير نحكم من بعد، هلا بدنا نقرب على الشتلة ونفحصها بهاي الطريقة، طبعاً إحنا ما بنفحص الفروع اللي فوق، لأنه على الأغلب ممكن تكون يعني منشفة ميتة،
احنا بنيجي على الجذع فوق الارض 40-50 سنتي وبنعمل هاي الطريقة، يعني فتحة صغيرة من خلالها بنقدر نعرف هلا زي هذا مبين انه عايش، لكن في نباتات بيكون لونها بني فبيكون صعب انه يعني نعرف انها عايشة ولا لا، زي لون المجنونة مثلا. الورد الجوري قل مو جائر، ما تخافوا، شو ما كان شو ما كان مش حيكون في اغلاط. قبل هيك كنا نحكي عن قص الورد الجوري بالصيف وكيف لازم اقصه على نعد الورقات اللي هي 5 ورقات ونقص تحتيهم. هذا ما له علاقه بالتقليم لانه انتم صار خربطه بين هاي وهاي، التقليم مختلف. التقليم انا بدي اقص قص جائر بدون العد لاي عقد، لانه انا هون ما بيهمني، انا بالصيف بيهمني اقص تحت الخامسه. ليه؟ عشان تعطيني ورد جديد. هون لا، هون خلص انا بدي اشيل النمو، يعني معظم نمو الشتله عشان تعطيني نموات جديده. قبل ما نمسك مقصنا مره ثانيه بقول لكم لازم نكون حذرين، ايش بدنا نقص، كيف بدنا نقص، نبتتي وين بدي اوجهها. هي لما قالوا هي تربيه، هي فعلا تربيه، لانه انا وين بدي نبتتي تمشي، بدي اياها تطول، بدي اياها تضل قصيره، هذا قراري انا اذا بنفع مع نوع النبته الموجوده عندي. دائما بتمنى لكم نباتات سليمه ومعافاه، وبتمنى لكم نهارات سعيده. بتمنى تتواصلوا معي على صفحتي انجينير امل قيمري، المهندسه امل القيمري، ومني لكم احلى صباح.